النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الأول بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها وزارة الداخلية نظمت قافلة لحي الأسمرات في منطقة المقطم بالقاهرة، وده علشان توزع عبوات كحك على الأهالي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وده ضمن مبادرة كلنا واحد اللي بيتم تنفيذها تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لسه مظاهر الاحتفال بالعيد موجودة منا، لأن المتحف المصري بوسط البلد تحديدا شهد إقبال كبير من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك. لو رحنا كمان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هنلاقي أن هي نشرت بالأمس تقرير عن الإنجازات والمشروعات التنموية العملاقة اللي بتتم على أرض الفيروز. خلونا نشوف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها أن وزارة الداخلية نظمت قافلة لحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، وتم توزيع عبوات كعك على الأهالي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وده لاقى قبول واستحسان من المواطنين اللي أشادوا بالدور المجتمعي لوزارة الداخلية. وبتأتي القافلة دي في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية اللي بتهدف لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. امبارح أعلن المتحف المصري بالتحرير إنه شهد إقبال كبير من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك والأجازات، ده بجانب إن المتحف بيستعد لموسم السياحة الصيفية وزيادة عدد السائحين الأجانب، بالإضافة لموسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات واللي هيتم فيها تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة ليهم في كافة المجالات. امبارح أكدت هيئة قصور الثقافة إنه كان في إقبال كبير خلال أيام العيد على عروض سينما الشعب اللي بتقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور في 17 محافظة، وتجاوز إجمالي الإيرادات 500,000 جنيه، وده بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور السينمائي من الأسر المصرية لقاعات العرض السينمائي. امبارح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قالت إن سينا تعتبر أحد أهم المواقع اللي بتعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سينا، مع توفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وده من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء. وأكدت الهيئة تحقيق إنجازات وتنمية كبيرة على أرض الفيروز. طيب نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي دايما بيكون فيها أخبار وموضوعات غاية في الأهمية حصلت في العديد من المحافظات، اللي يمكن منها توريد أكثر من 273 طن قمح في أول أيام التوريد بصوامع بنها في الأليوبية، كمان تحليق 67 رحلة بالون طائر على متنها 1600 سائح، ده في محافظة الأقصر. يمكن في ظل بقى الاحتفالات بالعيد برضو، يعني البالون الطائر والسياح اكيد بيحتفلوا معانا بالعيد يا مان. اكيد. خلينا بقى نروح للوادي الجديد اللي فيه تم تنفيذ 20 مشروع للاستزراع السمكي في الوادي الجديد، وده لتوفير المنتجات السمكيه باسعار منخفضه، وكمان مراكز الشباب في سوهاج استقبلت 170 الف شاب خلال فعاليات مبادره العيد احلى. اخبار تانية وتفاصيل تانية خلينا نعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الأليوبية اللي تم فيها توريد 273.5 طن قمح خلال أول أيام توريد المحصول الاستراتيجي بصوامع الغلال ببنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وده بعد تجهيز 11 موقع ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح. في الأقصر تم إطلاق رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية. امبارح كان في 67 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وده وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية.
في شمال سيناء هتبدأ النهاردة احتفالات العيد القومي للمحافظة بمدينة العريش بتقديم عزف للموسيقى العسكرية ووضع الزهور على النصب التذكاري. بعدها تتوالى الاحتفالات بميدان المالح وتنتهي بميدان الشهداء بحي المساعيد. كمان الاحتفالات هتتضمن انطلاق سباق الهجن بالكيلو 17 غرب العريش يومي 26 و 27 إبريل الجاري. في بورسعيد تم بدء موسم توريد القمح في الشوان والصوامع مع تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات اللي بتعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة. في المنيا تم تقديم الخدمات الصحية ل 13480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وده على مدار شهر مارس الماضي. المبادرة بتشمل تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصاً على سلامة وصحة المواطنين. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة أنه تم تنفيذ أكثر من 20 مشروع للاستزراع السمكي بمختلف المراكز لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة وتوفير الأسماك بصفة دائمة بأسعار مخفضة وعرضها للجمهور. في سوهاج أكدت مديرية الشباب والرياضة أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالمحافظة شهدت إقبال جماهيري كبير، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة بسوهاج أكثر من 170 ألف من النشء والشباب والرواد.